الموت. انا بتكلم عن مين برضو تاني؟ الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفى. الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفى، مش شخص يعني لسه بيفكر يلتزم ووجد نفسه في هذه البيئه، محتاج يتصرف ازاي؟ هل ملوش حال الالتزام؟ لا طبعا ليه حال. زي ما ربنا قال: الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ما فيش امل؟ الايه اللي بعدها تقول ايه؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. في امل حتى لو القلب مات، في امل. الله قادر على احياء القلب الميت كما انه سبحانه وتعالى يحيي الارض الميته سبحانه وتعالى. وهذا لابد ان يعلم، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. فمهما الانسان مر بمراحل فتور او كمون او انطفاء الجمر او فقدان هذه الروح، مهما مر ده في امل الاستيقاظ مره اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال لسيدنا زكريا لما تعجب ان يكون لي غلام، قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما هو اللي خلقك اول مره يستطيع قادر على ان يفعل ذلك. قال لما سيدنا موسى طلب طلبات كتير، ربنا قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى، ودي مش اول مره، ولقد مننا عليك مره اخرى. عطاءات الله متتاليه على العبد. فاحيانا الانسان يستعظم شيء، هو طب ما هو اللي جابك اول مره يجيبك ثاني مره. يعني اللي جابك من واقع الضياع الى واقع الدين بعد ما تقع هو قادر ان يعيدك مره اخرى، وان عدتم عدنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فاشكاليه واقع اللي ممكن اختصارا بقى نسميه واقع الثلاجه ده، ايا كان هنا او بره او في اي مكان، الواقع اللي بيموت الهموم دي بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، هموم الدين او المستثيرات اللي كانت بتستثير المستقبلات الحسيه عند الانسان فبتخليه عايز يعمل للدين او بيغار او بيغضب، المشاعر دي بتنطفئ. وبقى الغضب ده برضو زي ما ذكرنا في درس القهوه الحديث، الغضب ده بيوجه في تفاهات. هو الانسان بداخله طاقه، بداخله طاقه غضبيه، بقى يوجه مثلا لهزيمه ريال مدريد مثلا، بقى يوجه مثلا في شتيمه حد، بقى يوجه في خناقه.